السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم سنقوم بتقديم مشروع جديد، ومشروع في مجال تعدين العملات الرقمية، وهي عملة الفيرست كوين. هذه العملة متواجدة حاليا في منصات التداول في منصتين، منصة لايف كوين ومنصة اليوبيت، ومتواجدة أيضا في قائمة الكوين ماركت كاب. هذه العملة بدأت في مارس 2017 من هذه السنة بقيمة 0.6 دولار. حاليا القيمة ديالها في الكوين ماركت كاب ما يقارب 3 دولار، بما معناه أن الأشخاص الذين قاموا باستثمار في المراحل المبكرة للعملة تضاعف رأس مالهم في مدة 4 أشهر فقط ب5 مرات. نعم، مجرد الاستثمار في هذه العملة ضاعف رأس مالهم ل5 مرات. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون عملة العملات الرقمية أو هم جدد، سنقوم بشرح مبسط وباختصار شديد لبعض جوانب العملة الرقمية. أول عملة رقمية ظهرت وهي عملة البيتكوين، بدأت في 2008 بقيمة 0.1 دولار. حاليا القيمة الحالية للبيتكوين في 2017 هي ما يقارب 2900 دولار، أي أن لو شخص استثمر فقط 100 دولار في 2008 فقيمتها الحالية هي 2,900,000 دولار، ما يقارب 2,900,000,000 سنتيم مغربية. نعم، في ظرف ما يقارب ظرف 9 سنوات، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الرقمية عامة هو الطلب المتزايد عليها، وكذلك الكمية المنتجة المحدودة للعملات الرقمية، فليست كالعملات الورقية، هي محدودة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في ثمن العملات الرقمية، وهي عملة لا مركزية لا يمكن لأحد أن يتحكم فيها، وكذلك مستحيل اختراقها نظرا لنظام الحماية الذي تعتمده جميع العملات الرقمية. عملة الفيرست كوين هي أيضا في مراحلها الأولى كعملة البيتكوين، بل نلاحظ أن تطورها وتطور أكبر من عملة البيتكوين، حيث أن في مجرد 4 أشهر الأولى ديالها تضاعفت بما يقارب 5 مرات. دونك لا يمكن أن نفوت الفرصة مرتين، فإذا ضاعت فرصة البيتكوين الذهبية التي يتحصر عليها كل العاملين في مجال العملة الرقمية حاليا، فلا يجب تفويت فرصة عملة جديدة وواعدة وهي عملة الفيرست كوين. تنشط العملة في 5 مجالات، وهو مجال تعدين عملة الفيرست كوين والاستفادة من فارق السعر. هناك أيضا اختارت نظام تسويق لهذه العملة، رأت أن أحسن طريقة لإيصال العملة لأكبر عدد ممكن للأشخاص وهو نظام نتورك ماركتين أو التسويق الشبكي، وهي عملة متواجدة حاليا في منصات التداول العامة ومدرجة في لائحة الكوين ماركت كاب. لديها أيضا رؤية لنشر شبكة من الصرافات الآلية أو الجيشي أوتوماتيك، وستقوم بتقسيم أرباح هذه الصرافات الآلية أيضا على أعضاء فيرست كوين كلوب. تنشط أيضا في مجال التعليم، وبما أن التعليم جد ضروري في مجال العملة الرقمية، فهي أيضا توفر باقات تعليمية في باقاتها للمشاركة في تعدين الفيرست كوين. هذه العملة هي معتمدة ومعترف بها، بحيث أنها توجد في منصتين حاليا، منصة اللايف كوين ومنصة اليوبيت. لديها بلوك تشين مفتوح، هي open source، ولديها أصلا أيضا عذرا دونك لديها أيضا اكسبلورر يمكن الاطلاع عليه في الكوين ماركت كاب. لديها أيضا محافظ أو ما يسمى واليت، ولديها كود سورس مفتوح المصدر، كود سورس دونك اوبن كود سورس على الموقع المعروف هو موقع جيت هاب. هي عملة مثل عملة البيتكوين حاليا، فهي عملة بسيطة في تعامل الفيرست كوين، لا يلزمك أنظمة معقدة، سريعة التحويل، هي أيضا سرية أو ما يسمى عملة أنونيم.
لا يوجد رسوم في تحويل الفيرست كوين. أيضا من بين ميزاتها أنها محدودة، حيث سيتم إصدار فقط 110 مليون فيرست كوين، مما يؤدي إلى ارتفاع جد جد مهم في قيمتها نظرا للكمية المحدودة. وهي أيضا محمية بنظام حماية يمنع من اختراق محافظ إلكترونية. تعمل الفيرست كوين في نظام في مجال أيضا التسويق الشبكي. نظام الفيرست كوين يعطي بالنسبة للأعضاء، وهذا كربح أولي دون أرباح الشبكة. هنا نتحدث بمجرد الانضمام إلى الكلوب الفيرست كوين، تقوم بالاستفادة حسب الباقة التي اخترتها من عائد شهري ما بين 2 حتى 8%، وذلك لمدة 6 أشهر. نعم، لمدة 6 أشهر تستفيد من عائد شهري ما بين 2 حتى 8% كعائد شهري على قيمة الفيرست كوين الذي اشتريته، وهذا دون التسويق الشبكي، حيث تصبح مشارك في تعدين العملة وتستفيد من عائدات شهرية. هناك أيضا استفادة من سعر الفيرست كوين، حيث أن كلما عرف السعر صعودا كلما كان ربحك أكبر. هناك كما قلنا رؤية في الاستفادة أيضا من مصاريف أو أرباح لجيشي أوتوماتيك أو الصرافات الآلية البنكية. هناك في نظام التسويق الشبكي للشركة تعتمد النظام الثنائي أو الباينري. هذا النظام تعتمد على أرباح مباشرة بنسبة 10%. هناك أيضا أرباح التوازن بالنسبة للنظام الثنائي ما بين 5% حتى 10% حسب الباقة التي اشتريتها. هناك أيضا الشركة تقوم بتوزيع 5% من أرباحها على مجموع أعضاء الفيرست كوين كلوب، 5% لكل شهرين من عائداتها الإجمالية من قيمة التداول تقوم بتوزيعها على الأعضاء. هناك أيضا ربح على الأجيال أو ما يسمى بالماتشين بونوس إلى غاية 25%، وذلك حتى الجيل الخامس، وذلك بالإضافة إلى مجموع الأرباح الأخرى. كما قلت بالنسبة للـ ATMs أو الصرافات الآلية هو مجرد تصور حاليا، حيث ستقوم بتطوير شبكة صرافات آلية وسوف تقوم بتوزيع الحصص على الأعضاء ليستفيدوا من نسبة في أرباح هذه الشبابيك الأوتوماتيكية. الفيرست كوين هي عملة لا زالت في طور الإنشاء، أول مشروع عملة رقمية يقوم بنظام حماية لقيمة عملته في السوق، وذلك عن طريق التسويق الشبكي. وهو أول مشروع سيقوم بخلق نظام الـ ATM أو الصرافات الآلية البنكية. من المعروف أن مشاكل العملات الأخرى هو أن الجميع يريد البيع على منصات التداول. ونعلم أن إذا كان البيع في تزايد فإن أو القليل من المشترين فإن القيمة سوف تنخفض لا محال، في حين أن لو كان الشراء فقط من منصات التداول وهناك القليل من البائعين والكثير من المشترين فالقيمة سترتفع لا محال. كعضو في كلوب فيرست كوين أو نادي الفيرست كوين يمكنك الاستفادة من مكتبك الخاص على موقع الباك أوفيس، يكون عندك محفظة إلكترونية، يكون عندك أيضا نظام لتسيير ومراقبة أرباح الفريق، تتوفر أيضا التدريبات في الباقات التعليمية وأدوات تعليمية، وهناك مجموعة من المداخل السلبية. هذا جدول يبين الأرباح الشهرية من التعدين دون أرباح الشبكة. هنا لا نتكلم عن أرباح الشبكة، هذه فقط أرباح استثمارية. حسب الباقة ما بين $300 حتى $25,000 فأنت تستفيد من نسب شهرية تزداد في محفظتك الإلكترونية من عدد الفيرست كوين. إذا قمنا بحساب، لو اشتريت مثلا باقة 1200 دولار
سوف يكون بالنسبة بقيمة 2.7 دولار، فسيكون لديك 444 فيرست كوين. ستكون الأرباح الشهرية دون شبكة هي 4%، أي ما يقارب 17.78 فيرست كوين كل شهر لمدة 6 أشهر. يعني كل شهر لديك ربح صافي 17.78 فيرست كوين، ربح صافي لمدة 6 أشهر، لكل شهر مدة 6 أشهر، أي أنك ستجمع ما يقارب 106 فيرست كوين كربح دون احتساب الباقة الأصلية التي يتواجد بها 444 فيرست كوين. وبمعدل ارتفاع هذه العملة، فلو وصلت مجرد لقيمة 7 دولار فسيكون ربح قد يتجاوز 500 دولار. هذا هو منحنى تطور الفيرست كوين، حيث بدأ ب 0.7 دولار في أواخر شهر فبراير، أي بداية شهر مارس. في شهر ماي تجاوزت القيمة 1 دولار، وحاليا فالقيمة تقارب 3 دولار. في توقعات السنتين القادمتين إن شاء الله، تعمل الشركة على استمرار تواجد العملة على مختلف المنصات التداول وإنشاء منصات أخرى، تعمل على اعتراف القيام بأعمال جد مهمة، وتتبع استراتيجية للحصول على اعترافات دولية بعملتها الرقمية. وكذلك هدف هذه الشركة هو وصول قيمة العملة 100 دولار، والتواجد بأكثر من 100 دولة، والحصول في هذه السنتين القادمتين على 20 مليون زبون. مقر الشركة هو يتواجد بدبي، وهي الفريق المطور لعملة الفيرست كوين. وهذه بعض المعلومات التقنية التي تتواجد بالموقع الرسمي للفيرست كوين، وكذلك بالصفحة البيضاء أو الوايت بيبر المتواجد أيضا على